مرحبا، رح نحكي اليوم عن اضطراب الرهاب الاجتماعي. مثل ما بنعرف كلنا، الرهاب الاجتماعي هو حالة من القلق تصيب الأشخاص عند مواجهة مجموعة من الأفراد. بالنسبة للمرأة، الرهاب الاجتماعي قد يؤدي إلى تعطيلها عن كثير من مهامها اليومية وعن حياتها. قد يؤدي أيضاً إلى انعزالها وشعورها بالوحدة أحياناً. ممكن إنها تصير تهمل هم الزيارات العائلية، العلاقات الاجتماعية، تصير تفكر بطريقة قلقة من قول أو فعل أي شيء أمام الأشخاص المحيطين فيها، وهذا أيضاً ممكن أن يؤدي إلى تعطلها عن القيام بأعمالها وأنها تمتنع عن الذهاب لعملها بهذا السبب. هناك عدة أعراض للرهاب الاجتماعي، منها أعراض جسدية ومنها أعراض نفسية. بالنسبة للأعراض الجسدية، ممكن أن يصيب المرأة تسارع في ضربات القلب، ممكن أن يصيبها فرط في التعرق، أحياناً ممكن يصيبها فقدان في تركيزها واحمرار في الوجنتين. أما عن الأعراض النفسية، ممكن أنها تصير سهلة الاستثارة، سريعة الغضب، وممكن أنها تتوقع الأسوأ دائماً في أي موقف يحدث لها. هنالك طرق لتشخيص هذا الاضطراب. طبعاً الكل بيعرف أنه لازم نلجأ لمساعدة الطبيب. الطبيب ممكن أنه يعاين المريض من خلال سؤال عدة أسئلة لتقييم حالته النفسية ومدى سوء هذه الحالة. بالنسبة للعلاج، هنالك شقين من العلاج، شق دوائي وشق نفسي. الشق الدوائي ممكن أنه ما يحتاجه المريض، هو رح يحتاج له بس في حالة واحدة، إذا كان معطل هذا الاضطراب معطل له عن قيامه بأعماله اليومية بشكل مباشر. أما الشق النفسي، كلنا بنعرف أن هناك جلسات علاج نفسي سلوكي، بحيث أنه نحاول نرجع المريض لحياته الطبيعية ونخليه يرجع يندمج بالمجتمع بشكل طبيعي. هناك بعض الحالات القليلة التي قد تلجأ إلى الإدمان بسبب استخدامهم للمهدئات، وهي الأدوية المهدئة هي التي تعقد الأمور أكثر فأكثر. وأيضا هنالك بعض الأشخاص المصابين في هذا الاضطراب قد يتعرضون لمرض الاكتئاب بسبب تعطيلهم عن حياتهم اليومية. ودمتم بصحة وعافية.